بديت واحد افريل وواحد افريل بالضبط، وقعت الحكايه وقعت الفتره الصباحيه شو يقرا من 8 نصف نهار انا نخدم وانا لا قاعد انا وقتي روحت انا في العشيه ومخر خلاص روحت الدار لقيت في الدار في متكي ومر سنين تعب صامت قلت لابس لباس ونختش انا علاش كنت البارح ختش انا ما اخذ بطال لانه كل مره ندور باش نمشي على خدمه روح لقيت تعب ايش عملت انا في بالي مريض انا ما عرفش كلامي من قلت فيك يا شيخ عامل عرقي انت وش يقول لك فما حاجه انت قال لي لا قال لي يا بابا راني صرت حكايه في المدرسه احكي لي قال لي احكي لك انت ما تضربنيش قال لي قلت احكي لي شنو صار قال لي ريم والله انا حكي سروال والله عاودت قلت شنو عاود شنو الحكايه قال لي قلت بهت في ساعه كنت سيرو قلت بهت راك حمورك تشرب ماء وتحكي لي بالتفصيل شنو صار قال لي اليوم راه المعلمه طلبت مني عطى شويش خرجت من السبوره طلبت منه باش ينحي السروال رفض هو عاود مشيت للسبوره للاستراد هذه نحط سروال وتحت الرقبه ومخليته يجي خمسه دقائق يضحك ليش وحاضر واكثر من هكاك هدات كنت نزلت تعوز انا خرجت برا للشيحه ريان عليك في العالم سلك سمعت كيك بريموت شنو تشكيت شويه بصراحه هي عقب العشية شويه مخر شويه حتى بالسيد باش نتصل به ما الامن على ولدي ما تخلي صباح رباح حتى صدقني حتى مدام تخت تروح اللي ما حبش نحكي لها الحكايه انا بدي نروح لما تقعد الصباح ديريكت مشيت بكر شويه للجارد اللي نهز ولاه شويه اللي عندي تعامل مع جارد دي ورجع صاحب الجارد قلت برد اعطيني 2 دقائق ومع 20 هكا مباشره خي جد واحد بصدق هكا ليش ونعرف ولا تكلمين شو تيجي نعرفه بالشهادة معنا شو درح ما قالوا شو عملت فيه قال لي راتب السروال ويضحكوا لي شو حبوا يعني كي قال لي هكا شيء معنا عرفت الحكاية 1000% مشيت صاحب الجارد قلت برد عليش ما عملتيش البارع نهار كامل الحكاية وقت وقت الصباح وروحت في العشية في بيني بالحكاية وليش ما حبيتش أكلمك البارع في العشية عليش ما عملتنيش قال في بيني قالك ولدك علمت المدام وقت هو نايسين نهار ذاك ولد الصباح قومت ولبست حوايج ومع المدام ومعايا طفله بنتي مشيت المركز انت بالموضوع سمعوني بقدر قال لي بيت باش اول حاجه تمشي تعلم المدير مدرسه مشيت على المدرسه نجي عنده جلسه مع متفقد كان قال لي ياسم توراني مشغول كانت ثاني طرها غدوه اول خطوه عملتها مشيت المندوب حبيت طفوله اول خطوه عملتها شكوى قدمت شكوى للسيد المندوب اول حاجه عملها باش يمشي بالمراحل عطاني جوي بتاعت فيه لتاتيك بعثي مجلسين انا في البسي اخذت على مرتين التقرير حضرت التقرير رجعت السيد المندوب وبالتقرير ذاك انا ثاني مشيت عملت عرض كل جمهورية قلت خل القانون ما ياخذ مجرح هذا التقرير تقرير مش هو مزيف بالاخرى تقرير مش صحيح تقرير مش شهاده على الجميع انا كي اخذ التقرير ياخذ التقرير نتاع الشهاده نتاع 30% خلاص شهاده نتاع نص تلفزه ولا واعرف شنو عملي كوردو هذه عمليه ممتازه الحكايه دي علاش انا نهار اثنين عملت شكايه بالمندوبيه على اساس على ولدي شاف شقره مراقبني دجاج ياسين اسكي في مؤسسه تربويه قلت له كيف يرفع لسه دجاج ياسين